مرضي ونور روابدع. ومحمود مرضي سجل في تلك المباراة واحدة من أجمل أهداف البطولة، كرة مقطوعة بالرأس من قبل صاحبة الهدف الجميل والرائع، هدف الفوز في غوكولام اللاعبة التونسية سامية عوني. سامية محاولة بين الخشبات الثلاث، كرة ولكنها كانت يعني ليست بالقوة اللي تسبب إزعاج. سامية تسدد ولكنها فوق المرمى، فوق المرمى بكثير هذه المحاولة، على عكس الكرة اللي صوبتها في مرمى الفريق الهندي. كرة تذهب بعيدا عن المرمى، هذه المحاولة من جديد. نوزي موفا، نوزي موفا تتقدم، وهدف، هدف، هدف رغم محاولة ملك شنك، ولكن نوزي موفا تنجح بوضع بندي كور في المقدمة بهدف في أولى لحظات الوقت بدل الضائع. هدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء، وخط نقاط لنادي عمان.